يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت، هل يعرض فيها كل ما عمله الإنسان من خير أو شر؟ وإذا كان هناك ذنوب قد تاب منها أو كفرت بأعمال صالحة، فهل تنشر وتعرض في ذلك اليوم؟ ما كفر وغفر لا يمحى، هذا يمحى والله أعلم، ما يثبت فيه إلا الشيء الذي لم يتب منه ولم يستغفر منه. نعم.